ألو، فيني أحكي مع ولي أمر أمير لو سمحتي؟ أي نعم، أنا أم مدام رنا. أنا معلمة بمدرسة أمير. أمير اليوم ما إجا على المدرسة، بشي مريض شي؟ شو يعني ما إجا على المدرسة؟ بلا ظهر الصبح من البيت وطلع بالأوتوكار وراح على المدرسة. بس ما فات على الصف أمير، ما حدا شافه. كيف يعني ما فات على الصف؟ بلا بلا، ما هو راح. سألت الأوتوكار؟ ايه سألنا، بس الأوتوكار بوصل الطلاب على باب المدرسة، ومن بعدها هن بفوتوا لحالهم، والكاميرات موجودة ما فيهم يهربوا. فرح شوف هلا الكاميرات وبرجع بحكيك. عملي معروف، بليز تأكد من الكاميرات ورجع احكيني. ناطرتك بسرعة. رنا شوفي، ليه مستعجلة؟ راح أمير منو بالمدرسة. شو يعني منو بالمدرسة؟ وين راح؟ ضاع؟ ما بعرف، والصبح ما كان كثير على بعضه، بس ما بعرف شو صار معه. وين معقول يكون راح فرح؟ طيب روقي هلا، خلينا ندق لسوريا، بركي رح لعندها على المدرسة. فوتي. بعد ما راحت حياتك؟ كنت مع خليلة. لوين رايحة؟ رايحة أشوف سارة. ما قدرت تتحملوا عزقان؟ لا مش هيك، بس حكيتني بصوتها ما كان منيح أبدا، بفتكر صاير شي معه، صار عندي حشية عارف. طب خليني وصلك. على فكرة أنا كمان بحبك. أوكي، كتير؟ شوي. قد إيه؟ هلأ. هيك؟ أوكي، منيح. ايه رنا؟ ايه فارس؟ بليز لازم احكي مع سوريا، عم دق لها خطها مسكر وعم دق على المدرسه ما حدا عم يرد. ما قولي يكون في عندها شي خط تاني. سوريا هون حدي. شوفي اكيد بدها تحكي لنا على الفحص. الو فارس. سوريا نعم مزعجك، بس معقول يكون امير حكاكي او راح لعندك على المدرسه؟ انا هلا رايحه على المدرسه. ما بعرف، مش على علمي. ليه قولي لي؟ شوفي قولي هلا من شوي من المدرسه وقالوا لي انه امير منه بالمدرسه، قلت بركي رح لعندكم. دقي لسارة. ايه رنا، كيف يعني رح على المدرسة؟ بلا في اوتوكار وطلع من الاوتوكار، بس عم بيقولوا انه منه بالمدرسة. معقول يكون بعشقة الولاد فعلا؟ شو هالحكي بلا طعمة؟ شو هقلة المسؤولية؟